أخبار اليوم. كنا عايزين نعرف نسبة الأقبال على مدار اليومين. نسبة الأقبال على مدار اليومين هي نسبة نقدر نقول إن هي متوسطة. تمام. إيه أكتر الفئة المشاركة اللي كانت بيبقى عندهم رغبة في الإنتاء والمشاركة؟ بص يا سيادتك، هو بالنسبة للفئة متوسط الأعمار يعني. تمام. متوسط الأعمار هو بيختلف من لجنة للتانية، بحيث إن ممكن تكون فيه مثلا مجمع انتخابي زي المجمع اللي إحنا فيه، ممكن بيبقى فيه 7 و8 لجان. كويس. كل لجنة على حسب الرقم بتاعها وأقدميتها بيختلف في العمر باعتبار ان مثلا لجنة رقم 1 ممكن تكون واخد اعمار اكبر، وهكذا الحال لغاية مثلا توصل لجنة رقم 8 تبقى الاعمار فيها اقل من اللجنة رقم 1. كان في نسبة خلاف ان اغلب المشاركين من كبار السن، لكن حضرتك كده بتوضح لنا معلومة تكسر كل القاعدة دي كلها. كبار السن نزلوا بأعداد، والصغيرين برضه الشباب نزلوا الاثنين. يعني انا عندي مثلا اللجنة بتاعتي في ما تجمع ما بين الاثنين كويس، فبالتالي في شباب نزلت وفي كبار سن وفي ناس اعمار متوسطه وزي ما حضرتك شايف. يعني حضرتك بتوضح لنا ان في لجان بيكون فيها نسبه كبار السن اعلى من نسبه الشباب. بالظبط كده. تمام. لكن هي على مش حسب نسبه على حسب ترتيب الكشوف والجدول. ايوه انا حابه حضرتك بس توضح لنا النقطه دي. باعتبار لما يجي مثلا يعد الكشوف كويس، في ناس متسجله قبل ما حضرتك بتسجله بس في الكشوف دي ب 10 15 سنه كده، فبالتالي دول اكبر منك عمرا كويس. فلما انت تيجي تسجلي فانت طبعا في قبل الكشوف اتعملت قبل، فبالتالي الكشوف بتاعتك اللي انت محطوطه فيها بتيجي في لجنه ملحقه او لجنه تاليه للجنه اللي هم حاطين فيها الكشوف، وبالتالي هتلاقي اللجنه الاولانيه دي متوسط الاعمار فيها اعلى من متوسط الاعمار اللي في اللجنه. بالظبط.